فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم فأنه أنشط للعود وللأربعة أصحاب السنن. يعني عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لأنه أنا في الطريق والنت ضعيف يا جنى، أعتذر لكم جميعا. وعتر الحرم أيضا يقول توقف، هو بعض الشيء ماذا نفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. يقول المصنف هو معلول. الحديث رواه أبو داود والترمذي في باب الطهارة وأحمد في المسند وابن ماجه، والحديث صححه الحاكم، صححه الألباني في صحيح أبو داود، ورواه الحاكم والبيهقي وصححه، والبيهقي صححه أيضا. ومن قال بصحيحه وقال بأنه لا يجوز أن ينام إلا متوضئا قال معناه لم يمس ماء غسل. ورواية الأربعة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي التي فيها في حديث أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أنها قالت: كان ينام من غير أن يمس ماء. رضي الله عنك أخي الكريم، ماتيا مكابي صح؟ رضي الله عنك، الله يحفظكم. عامة الحمد لله، سبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، ونحن الذي يهمنا كيف نكون عند ربنا لا عند الناس. والحديث قال أبو داود إن أبا إسحاق لم يسمع من الأسود. وقال الحافظ: أخرجه مسلم دون قولي لم يمس ماء، كأنه حذفها عمدا. وقال مهنا عن أحمد صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث. قال ابن مفوز: أجمع المحدثون أنه خطأ من أبي إسحاق، والصحيح أن الحديث صح. ولذلك الترمذي قال: على فرض الصحة نقول لا يمس ماء غسل. أولا هذه المسألة فيها أمور، منها جواز أن يطوف الرجل على نسائه جميعا في ليلة واحدة، جواز أن يفعل ذلك، لكن هذا لا يكون إلا بعد إذنهن، أو أن لا يكون القسم واجب عليه، وكان النبي القسم ليس واجبا عليه. أستغفر الله، لست كذلك، أنا طائر بعلم وخادم تحت أرجلكم، وهذا الذي أعتقد ورب العزة ويعلم ربي، هذا الذي عندي، أقسم بالله ما عندي إلا هذا. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب: يجوز أن يمر أن يطوف على جميع نسائه في ليلة واحدة بشرط. استغفر الله، رضي الله عنك، الله يهديك، الله، استغفر الله، رضي الله عنك. لا حول. إذا جواز أن يطوف على جميع نسائه في 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 ليلة واحدة، أن القسم ليس عليه واجب، أو أنه استأذن نسائه فأذن له في ذلك، فإن أذن فجاز، جاز. وفيه أيضا قوة النبي
أنه كان يطوف على 9 نسوة في ليلة واحدة. وهذه قوة أعطاها الله للأنبياء، فإن الله يعطي النبي قوة 40 رجلا. وسليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة 100 امرأة، كل منها تأتي برجل قد يجاهد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز للمرء أن يمر على أزواجه، لا سيما من كان في سفر أيضا في هذا الباب، دون غسل، بل يتوضأ بينهما. لحظة، أين صاحب نعم عليكم صاحب نعم لا ممكن أصلا أروح على الوقف على طول، مش عندي محاضرة. طيب ان شاء الله سلام والله الوكيل انت بديت فاقول اخوتي الكرام، فهنا جواز ان يطوف على كل نسائه على اكثر من امرأة ولا يغتسل، بينهما وضوء، أن يتوضأ بينهما. وقد بيّن النبي العلة، وهذه فيها أيضا مسألة فقهية، مسألة الأحكام المعللة. أغلب الأحكام معللة، ليست تعبدية، أغلب الأحكام معللة. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه أنشط للعود. طبعا أنشط للعود أبهامها، أنشط للعود لمن؟ أنشط للعود لامرأتي أو لزوجة أخرى، يعني لنفس الزوجة أو لزوجة أخرى. ولأنه طاف بالتسع، وطبعا هناك من البل السفهاء الذين جاءوا من أجل تشكيك الناس في السنة والنظر إليها، وهو يقول يعني النبي بالعرق يذهب لامرأة أخرى بعرقه ولا يغتسل، ويذهب لامرأة أخرى بعرقه. أيها الغبي السفيه، إن عرق النبي أطيب من الطيب، لو قلنا بذلك أيها السفيه، وإن الناس كانوا يستشفون ويتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اشتممت عنبرا أو قال طيبا ومسكا أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يرد الحديث بكل هذه الجرأة. هذا تعليم العلمانيين، هو رجل أصلا جاهل ليس عنده علم، لكنه يستخدم فقط في الصد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في الصد عن تعاليم الإسلام الحق، في التكسير في الثوابت. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على النساء 9 يتوضأ بينهن. نعم بغير اغتسال له ذلك. وفي استحباب الوضوء إذا أراد العود إن لم يغتسل، في استحباب الوضوء إذا أراد العود إذا لم يغتسل، والغسل يكفيه. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها زيادة بأنه نام بعد أن النبي نام ولم يمس طيب، نام جنبا، وهنا يعني معنى ذلك أنه جامع ولم يغتسل ثم نام. وقالوا أن هذا الحديث حديث ضعيف، قالوا أن هذا الحديث حديث ضعيف. أبو إسحاق لم يسمع الأسود علة والعلة الثانية. أنه
مخالف القولي إذا أراد أحدكم إذا أتى أحدكم أهله فليتوضأ فإنه أنشط للعود. أراد أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود. والحقيقة بأن الحديث صحيح وأن النبي نام دون أن يمس ماء ليبين الجواز عن ذلك. وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، بعضهم قال بشرطية الوضوء على النوم على جنابة بشرط الوضوء، لأن عمر بن الخطاب يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن كان المرء على جنابة أينام وهو على جنابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ. فأخذ بعض العلماء أن الوضوء شرط لصحة النوم من غير اغتسال، لأنه قال نعم بشرط إذا توضأ، نعم إذا توضأ. والصحيح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب إذا توضأ ليس شرطا، ولكنه على الاستحباب والكمال، لأنه ورد عن عائشة أنه نام من غير أن يمس ماء، وتأويله من غير أن يمس ماء اغتسال تأويل فيه تكلف. وقد ورد في الطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله فلم يغتسل فضرب على الحائط فتيمم ونام، وهذا التيمم مع وجود الماء معناه أنه كأنه لم يتيمم، فجمع أهله وأراد أن ينام فلم يغتسل فضرب على الحائط وتيمم. وصحح إسناده الألباني وغيره، فالحديث بذلك يصح. وهنا نقول بأنه لو جامع أراد أن ينام على الجنابة له ذلك، لكن هذا خلاف الأولى، خلاف الأفضل، خلاف الأكمل، لأنه قال لعمر نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ. والمسألة عند الجمهور أن الوضوء على الاستحباب، وهذا قاله أحمد. وهو قول الجمهور، أما الظاهرية فقالوا إن نام جنبا على غير الوضوء فقد أثم، يرون التحريم، لأنه يرون بأن النبي لما قال لعمر قال له عمر أينام أحدنا جنبا دون أن يغتسل، يعني قال له نعم إذا توضأ فاشترط عليه الوضوء، قالوا فألزمه بالوضوء وهو وجوب، ومن تركه يكون قد أثم بذلك. فالظاهرية قالوا بالحرمة، رضي الله عنك أحمد ورقية، نعم أراكم على كل خير. فالظاهر هي قالوا إذا جامع وأراد نام وجب عليه أن يتوضأ، لما يتوضأ يأثم. والجمهور قالوا يتوضأ استحبابا، وإن لم يتوضأ فقد نام النبي من غير أن يمس ماء، كما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه، نام من غير أن يمس ماء. وفي الطبراني أنه ضرب على الحائط وتيمم ونام. وحقيقة الأمر أنه يستحب عند كل نائم، يستحب على كل مكلف عند كل نوم أن يتوضأ، لأن النبي كان يتوضأ ويقول يكون مرة على الطهارة ويأخذ مضجعه فينام على جنبه الأيمن ويدعو الأداء التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب اختم لنا بالصالحات وأنت أرحم الراحمين. ومن ترك الوضوء عند النوم فلا كراهة، الوضوء عند النوم على الاستحباب، ومن تركه فلا كراهة، لكن ترك الأولى، ترك الأولى. لذلك الزرقاني قال ذهب جمهور العلماء، جمهور الصحابة والتابعين إلى جواز ترك الوضوء بلا كراهة، وعليه فقهاء الأمصار. والصحيح أن نقول بأنه يجوز أن ينام المرء على غير طهارة حتى لو كان جنبا، ينام على غير وضوء على غير طهارة يجوز له ذلك، وهو خلاف الأولى. والمستحب أن ينام على الطهارة، المستحب أن ينام على الطهارة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذا فقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.